هذه تجربة تطبيقية على ظهر القرنين. لدينا عدة بندولات كما نشاهد مختلفة الأطوال ومختلفة الكتل. الآن هذا تطبيق عملي على ظاهر القرنين لتوضيح ظاهر القرنين للطلبة. سوف نقوم الآن بتحريك البندول على اليسار ونعطيه قوة خارجية. لاحظوا ماذا يحدث. الآن تنتقل الطاقة بواسطة الخيط العلوي إلى جميع البندولات، ولكن أحد هذه البندولات سوف يتحرك بسعة اهتزاز عالية. واضح لأنه إيش حدث؟ ظاهرة الرنين وزادت سعة الاهتزاز بسبب تساوي تردد هذا البندول مع البندول الأول، وذلك لأن طول خيطه متساوي. كون التردد يعتمد على طول الخيط ولا يعتمد على الكتلة. لاحظ فرق الطور ربع دورة، وهذا تكون هنا في أفضل الشروط لانتقال الطاقة. هذا تطبيق عملي لظاهرة الرنين لتوضيح ظاهرة الرنين لجميع الطلبة. الآن سوف نقوم بتكرار التجربة مع بندول آخر. لاحظ عندي تم وضع قوة خارجية على أحد بندول. الآن لاحظ أي البندولات سوف يتحرك بسعة اهتزاز عالية. الآن تحرك بندول آخر لأنه تردده متساوي. لاحظ فرق الطور، فرق الطور ربع دورة، وهي أفضل الشروط لانتقال الطاقة. إذن هذا تطبيق لظاهرة الرنين عندما يتساوى تردد القوة الخارجية مع تردد النظام أو تردد طبيعي للنظام، يحدث ظاهرة الرنين. وشكراً.